اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص. شايفين الحاجات الكتيره قوي الحلوه دي؟ اوعوا تتلخبطوا. شوفوا بقى، فراخ طبعا، صدور فراخ، اوكي، وتتبيلات بقى صدور الفراخ هتبقى معايا صويا صوص، ومعايا خل بلسمي، ومعايا خل تفاح، قصدي سوري عسل وليمون، وجنزبيل طازة يعني أخضر مبشور، جدر جنزبيل، وتوم، ومستردة حب، مستردة ديجون حب. يعني إيه مستردة حب؟ المستردة دي عبارة عن خردل، إيه، فبيبقى فيها حبات الخردل، أوكي، مش كلها مطحونة يعني، مش بودرة الخردل بس، معاها كمان حب خردل، تبقى حلوة أوي. طيب إيه كمان؟ معانا بقى الخضار اللي هيبقى معاها، ومعانا كمان الفاكهة اللي هتتشوي معاها، وبعدين معانا شوية حركات كده نعمل بيها شوية سلطة حلوين. هنقول عندنا ايه؟ عندنا فلفل الوان وبصل، وعندنا مشروم، وعندنا طماطم، وعندنا بطاطس، وعندنا تفاح وموز، كل الحدودة دي هتتشوي. وبعدين هنعمل بقى سلطة بقى بشوية ايه؟ خضار وبواقي الفراخ، ونتبلها ونحط معاها بيض وشرايح برتقال، ونعمل لها الدريسنج بتاعها بالخل والخل العنب والزيت نباتي، زيت نباتي يعني، مش عايز احط لها زيت زيتون ولا حاجه، علشان هي مش عايز زيت زيتون يضغى على طعم الفواكه والحدوته دي. معانا شويه سمسم وبيناتس او فول سوداني محمص ملح، واسبرجس او اسبرج او هليون. طيب تعالوا بقى نبتدي، بدل ما نرغي كتير كده تعالوا نعمل الحدوته دي. هناخد الفراخ جميله جدا جدا، وهبتدي اعمل كده. هنعمل ايه؟ بصوا بقى، طبعا قلت الكلام ده كتير قبل كده بس هقوله تاني. هقسم الفرخ، هشيل، مش هشيل، هاخدها من الجنب كده، وهقوم قاسم الفرخ الصدر يعني اتنين. ليه بتقسم الصدر اتنين يا شيف؟ طيب انا بقسم الصدر اتنين علشان يستوي بسرعه اكتر، علشان ما يبقاش ضخم جدا في الاكل، وعلشان لو استنيت عليه زياده في السوى وهو بهذا الحجم، تعرفوا هو لو مش بهذا الحجم، لو مش تخين كده كنت سبته. ليه بقى؟ لانه لو استوت زياده، علشان جوه اقوى يعني، مش اقوى قصدي، اتخن حته في الصدر، الحته دي المفروض في قلب الحته دي توصل درجه الحراره ل 65. عشان توصل ل 65 جوه ما يبقاش في اي لون بينكش او وردي او اي حاجه، يبقى لازم تتحط شويتين ثلاثه على النار. هتبقى حلوه قوي من جوه وجميله جدا، لكن الطبقه البرانيه هتبقى شويه بتشد، شويه تحس انها كده متفله، فعشان كده بقسمها. اوكي، متفقين؟ اوكي، جميل جمال. ناخد كمان واحد، تالي الشوايه هتاخدهم ان شاء الله، وهنقوم متبلين الكلام ده كله تتبيله حلوه كده بالزيت والملح والفلفل والحواديت دي كلها. تمام، خلونا نعمل كده. اوكي، وهشوف ده ايه، هتستحمله ولا مش هتستحمله. نغسل ايدينا بقى بعد الفراخ طبعا طبعا، كويس. وبعدين الوصفه دي بقى الحقيقه فيها ميزه جميله جدا، طعمها بيبقى جامد كده، وتحس انه بتاكلوا حاجه طعمها جديد. انا عايز اخد حاجه اتبل فيها واسعه شويه، اسمحوا لي بقى كده مثلا، كده مثلا احطها. شوايتي الحمد لله سخنه جدا، وابتدي احط الحاجه بتاعت التتبيل مع بعضها. التوم ده قبل ما اعمل فيه اي حاجه هبتدي ادقه، شرايح التوم اهي، هحط التوم وهدقه مع شويه ملح وفلفل، ويبقى هو ده الملح والفلفل بتاعي.
اللي تبلت بيه الحدوته كلها، فعايز شويه ملح تستحمل الدنيا دي كلها، وما تزودوش قوي قوي قوي. ليه؟ لان عندي صويا مملحه اوكي، وعندي مستردة مملحه، فلازم ايه اوزن الملوحه بتاعتي وندق الكلام ده، ادق وانعم وبقدر الامكان يبقى زي ايه المرهم كده كريمي عشان يتوه مع بقيه المكونات بتاعه التتبيله. طبعا الملح بيساعد من خشونته ان الثوم يصل الى المرحله اللي انا عايزها، يبقى زي الكريمه كده. اوكي ادي حاجه، هناخد الثوم بدايه كده ونحطه هنا. حلو قوي، خلاص متشكرين لك. وبقيت حاجاتنا بقى، ادي المستردة وادي العسل وادي الجنزبيل كويس، وشوية الليمون اللي هيخلوا الدنيا هايصة ولذيذة. حلو كده لسه. يلا بصوا بقى، الصويا لما تستعملوها في الطبيخ انصحكم ما تزودوش قوي علشان هي مالحه، وطبعا يستحسن لو يعني انك تستعملوا الصويا الفاتحه مش الغامقه علشان الملوحه نمره واحد، ثانيا الشده بتاعتها هي بتبقى احسن في الدب يعني تغمسوا فيها الحاجه. وبعدين ده الله. طيب ادي الوسترشير صوص، خلاص كده شكرا جدا. انا عملت التتبيله بتاعتي، ناقصها ايه يا جماعه التتبيله دي؟ هتفكروا معايا ولا مش هتفكروا؟ اوكي، ناقصها الزيت، لازم دايما يكون في الحدوته دي زيت. اوكي لازم، يبقى هنحط شويه زيت حلوين، وعايزه زيت عادي جدا مش زيتون ولا حاجه، يعني انا بفضل زيت العباد او زيت الفول الصويا لانه هيتحط على النار مباشره، مش عايزه يديني تغيير في الطعم ولا يبقى ضار بالصحه بتاعتي. يعني زيت الزيتون حلو جدا جدا جدا، ما بحبش اشوي بيه لانه ما بيقبلش حراره قوي، يعني استقباله للحراره مش احلى حاجه. هتبل كده وبعدين اسيبها شويه وتبل الجزء الثاني، احنا مع بعض مش هنروح في حته اهو. وقبل ما انت تتعملي كده وكده وتشرب من الحدوته دي، يبقى احنا نعمل بقيه حاجتنا كده اهو. ناخد بالمعلقه نحطها فوق كل ده جميل، تحطوا فوق بعض بقى مش هيضايقوني كده اهو، حط كده ومحط دي كده ودي كده. عايزه كله يبقى ايه واخد من التتبيله وواخد من الزيت، لازم يكون واخد من الزيت. كده جميل قوي. يلا نبتدي بقى نقطع حاجتنا، شوف الدنيا هتبقى عامله ازاي. الموز مثلا، هناخد الموز هنعمله كده. يلا، في طريقتين بقى لشوي الموز، ممكن تقشروا الموز وتشووه لو هو ناشف 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 يعني، وممكن تقطعوه وتشووه بقشره وبعدين في الاكل بيتقشر. يعني مثلا هقول لكم هعمل ده وهنعمل ده، مثلا هعمل كده هشيل دي
برضو. بعدين اخده كده، شايفين الموزه لو مستويه ما ايه ما تقشروهاش هتتهري. انتوا بتشتروا موز ساعات الله شكله حلو قوي، تيجوا تفتحوه تلاقوه مسود مستوي زياده مع انه شكله من بره اصفر. ده طبعا مشكله الثلاجات، الموز يتاخد من الغيط ويتحط في الثلاجات وبعدين ينزل للسوق. طيب تعالوا بقى ايه ناخد الطنجة ونروح ناحيه الشوايه ونبتدي نشوي الكلام. حلو قوي، وعلى فكره مش هتستحمل شوي جامد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تبتدوش تحركوا فيها وهي على النار قبل ما هي تبتدي تتلحلح. يعني ايه تتلحلح؟ يعني تحسوا انها مش لازقه والا هتتبهدل منكم. حلو قوي، هناخد الكلام ده تاني معايا وبعدين ابتدي اتبل معاه المشروم زي ما هو. على فكره ما تقشروش المشروم. وهاخد الطماطم اعمل فيها حركه كده، هعمل كده وكده كويس. خلوا بالكم، وبعد ما عملت الحركه دي هقوم جاي هنا وعامل كده، بصوا كده، اشيل ده اللب بتاعها وقطعها اتنين معايا اهو. لازم ايه تتكوا بالسكينه كده عشان تبططوها تقدروا تاخدوها صح. وعلى اتنين بس تكوا كده على السكينه من ورا. يا بصوا ما تتكوش كده، اتكوا كده ها بس كده. جميل، وهكذا حسبوا على ايدكم. ممكن اعمل واحده كمان يعني ممكن. مش عايز البذرة ها؟ كده ادي الطماطم بتاعتي. هنشيل دول هنا كده، نشيل برضو دول هنا كده، ونحط شويه بطاطس معاهم برضو. وهنعمل بقى ايه؟ تفاح هعمله كده. لا مش هعمله كده، هعمله كده. وبعدين ومعايا الأناناس، يعني ممكن اخد كده بالنص بس كفاية كده. نطلع فاصل ونرجع تاني نكون الفراخ بتاعتي استوت ونعمل العملية دي كلها مع بعضنا. انتظرونا هنطلع فاصل ونرجع حالا.
اهلا بيكم بعد الفاصل بعد ما تشوت بقى ايه وشوينا طبعا بقى معاها التفاح الاناناس وشويه الفلفل وحطينا معاها الجريب فروت الاحمر وبعدين التتبيله اللي عملناها فيها بعد كده حطيناها على النار مع شويه ميه صغيرين قوي وبعدين هنبتدي ايه نقدمها معاها زي بوله كده علشان تبقى دب مع الاكل. طيب هنقدم دي معاها كده دي مع الاكل وبعدين هنيجي نعمل شويه ايه سلطه. طيب هنجيب طبق والسلطه بتاعتنا هايفه وملهاش اي يعني مشاكل خالص خالص خالص، هي شويه مكونات وهنقطعها بايدينا مفيش اي مشكله خالص. ادي السلق طبعا، ولو في موسم السبانخ انصحكم جدا 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 بورق السبانخ جدا يعني. والجرجير كلها خضروات مليانه بالفيتامينز مليانه بالمينرالز الاملاح يعني ومفيده جدا للصحه، فهنعمل كده وبرده ناخد شويه دول نقطع شويه ونسيب شويه، هنقطع كده مثلا دول كده اهو ونقلب بقى الكلام كله مع بعض كده. مجرد اهي زي ما انتم شايفين كده اهو شويه سلطه خضراء اخضر فاخضر فاخضر ما فيهاش اي مشاكل. طيب نيجي بقى نعمل الماريني بتاعها او الدريسنج بتاعها. هنجيب بوله عشان نحط فيها ايه المكونات بتاعتها، ناخد معلقه عندي هنا اهو خل، ده زيت كمان معانا خل ومعانا الزيت شكلهم زي بعض الواحد بيتلخبط من اللون. ادي خل التفاح والزيت. طب ليه خل التفاح؟ على فكره خل التفاح مفيد جدا للقلب، مفيد جدا للدوره الدمويه، رائع جدا جدا جدا، لكن لا انصح انه يتاخد منه اكتر من معلقه صغيره في اليوم، ما تزودوش عن كده يعني، اللي حابب ما يزودش عن كده، ويستحسن ان هو ياخده مع شويه ميه دافيه وعلى الريق يستحسن. طبعا احنا بنحطه في السلطه، بنحطه مع الاكل بدل ما نشربه على الصبح، في ناس مش هتقدر تشربه على الصبح. ادي الخل والزيت، طبعا ايه خل مع زيت يعني لازم الخل يعمل ايه في الزيت، يدوب الزيت عشان هو الخل حمض والزيت ما يدوبش غير في الاحماض، تمام؟ فبنعمل كده. ده مجرد دريسنج بتاعي مش اكتر، بسيط جدا جدا جدا، وهحطه عليها بهذا الشكل كده اهو. بس ما تعملوش الحكايه دي الا قبل الاكل بخمس دقايق سبع دقايق، ما تزودوش عن كده. ليه؟ لانه لو عملتوه قبل كده هياخد الخضره دي كلها ويدبلها، مش عايزين نعمل الحكايه دي. هنحط عليهم شويه سوداني وشويه سمسم وبعدين ناخد البيض ونقطعه بالقطاعه كويس قوي. ناخد بيضه بيضه نقطعها كده. على فكره انا عايز اقول لكم على حاجه في تسويه البيض المسلوق، في معده معينه لتسويه البيض المسلوق عشان يبقى الصفار في منتصف البيضه. ليه؟ لان لما البيضه بتميل الصفار بينزل معاها، بينزل بياخد تحت، بيبقى نازل تحت تحت البيضه. المعده دي عباره عن سلندر فيه خروم على قد البيضه، تحط فيه البيضه وبيقعد جوه المايه المغليه، فبتبقى البيضه عامله كده، الجزء الرفيع بتاعها تحت والجزء اللي هو العريض بيبقى فوق لغايه ما تستوي. بتغلي الميه بالملح
وبنحط فيها البيض في المعده دي او في الجهاز ده او في البتاعه دي مختبر، وخلاص غليت الميه بطفي بقى واسيبه 12 دقيقه في هذه الماء. اوكي، مش اكتر من كده. ابتدي بقى احط البيض، عشان المعده دي ما عملناش بيها الشغل ده، فهنلاقي البيضه زي ما حضراتكم شايفين الصفار مش في منتصف البيضه لانها في الميه بتميل زي ما حضراتكم كلكم عارفين. طبعا كلكم بتسلقوا بيض وعارفين الحدوته دي، ما بتبقاش احلى حاجه. شايفين لما بتبقى هي محطوطه كده بقى، ده هي دي وهي في الميه مالت كده او كانت كده في الميه، فالصفار راح نازل هنا. لكن هي لو معموله كده الصفار مش هيقدر ينزل تحت لانه تحت اصغر من الصفاره، فبيبقى يظل في النصف في المنتصف. وما تسويهاش اكتر من 12 دقيقه عشان تبقى جامده وما تبقاش حواليها اخضر. لو طلعت زياده عن 12 دقيقه يبقى في خضار حوالين البيضه، حوالين الصفار يعني. بس هكذا سلطتنا سهله جدا جدا وبسيطه للغايه، وهتتقدم مع الكلام ده كله، وهنقدم معاها العيش المحمص بنقطعه. الشامي بيتقطع على اربعه ويتفتح كويس ويفصل، وبعدين يدهن شويه زيت صغيرين قوي بفرشه ويخش الفرن على درجه حراره 130 لغايه ما يبتدي يقرمش. اطفي الفرن وافتحه سنه واسيبه جواه. اوكي، وبعد كده 10 دقائق اطلعه يبقى زي الفل، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص. وانا نسيت ازوق الحدوته دي، نحط بقى ده كده بيدي فوليوم حواليها. والطبق شكله كله اخضر فاخضر. بهذا الشكل. ونقول لكم بألف هنا وشفاء، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم طبخة ونص. و I'm gonna go get some more.